ما حكم عمل الشخص في مكتب أخصائي تغذية إذ أن أغلب الزبائن من النساء وغالبا ما يتم الخلوة معهن والتكشف بغرض قياس الوزن والطول وما شابه ذلك؟ هذا الشخص لا يحل له أن يعمل هذا العمل، فهذا فتنة عليه ابتداء وانتهاء. وإنما الحل هذه المرأة أن تذهب إلى أخصائية تغذية، وهذا الرجل يذهب إلى الرجال ممن يبحثون عن أخصائي تغذية. أما لا، والله النساء تذهب إلى الرجال والرجال يذهبوا إيش إلى النساء. وأيضا هذا قابلته فيما يتعلق بطب الأسنان، فمجموعة من النساء كما حدثني أحدهم وكان قد دخل عيادة الطبيب والطبيبة، وهو صاحب استقامة هذا الشخص، طبيب أسنان، طبيبة أسنان، وهناك دور وصف وطابور للنساء وطابور للرجال، فجلس بجانب الرجال، ولكنه تفاجأ أن طابور الرجال ذاهب إلى النساء أي إلى الطبيبة، وطابور الرجال طابور الرجال ذاهب إلى الطبيبة، وطابور الرجال يذهبون إيش إلى الطبيب، وطابور النساء يذهبن إلى من؟ إلى الطبيب. فذهل ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا لا يجوز، وأهل العلم أجازوا للطبيب المسلم أن يعالج المرأة المسلمة عند التعذر وعند عدم القدرة في الوصول إلى الطبيبة المسلمة. مثل بعض التخصصات، بحثنا عن طبيبة فلم نجد، فعندها نضطر نذهب إلى طبيب مسلم ونختار من يتقي الله حتى لا يكشف عوراتنا ويستر علينا.